يعني كونه انت عندك بيت عالي ولا متزوج امرأة جميلة ولا عندك مكانة في وسط الناس، دي أشياء بتتمتع بها في الدنيا أيام قليلة وبتفارق الدنيا، وده ما الفوز الأكبر، بدليل إنه كثير من الناس عندهم الأشياء دي وتلقاهم برضو بيزهجوا برضو بيتضايقوا. الدنيا دي مطبوعة على الكدر وعلى الابتلاء وعلى الامتحان، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، ده امتحان، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنسان ده في تعب وكبد، تكون فقير تعبان، تكون غنيانا جماعة تلموا فيك. أسمع ما شوف لنا حاجة، الركشة دار عمرة والعربية خسرانة وعندي خالي عيان، وكان ما أخلصت بتتورط تدفع قروشك وما عندك أجر، أخلصت عندك أجر، تلقاه في ابتلاء في الدنيا، تبقى معافى بكرة تمرض، تبقى شاب بكرة تكبر في السن، مستشفى لعيادة لدكتور لغيره، سقط بكرة حر بعد بكرة كذي، بس دي الدنيا كذي ماشية ماشية، لما فجأة تلقى القبر قدامك. أنا لقيت لي مقطع كذي واحد وجايبينها زي قصة كذي، قال واحد قال لأبوه أنا أدار أزوج لي بيت، قال الأبو قال له وين البيت أن أشوفه، هو مفروض يشوفه هو ما يشوف أبوه، الرؤية الشرعية للولد الدار الزواج، قال الأبو قال له وين أن أشوفه، قال الأبو مشى شاف عجبته، قال لي تعرف البيت دي زوج صغير والدنيا دي ما عركته، أنا بحكي لك بالداري بتاعيان، زول صغير والدنيا ما عركته وكذا ما بتنفع معه إلا زول كبير، قاموا يختلفوا قالوا نمشي للقاضي، مشوا للقاضي، القاضي قال لهم نجيبوا البيت المشاكلين فيها دي، جابوها القاضي عجبته، قال لهم انتوا عارفين البيت دي زول صغير ما بتنفع له وزول كبير متزوج ما قاضي ما بتنفع له إلا يكون قاضي، ودوها للبعد وللبعد وللبعد، في النهاية البيت شافت الشغلة كترت، قالت لهم خلاص أنا بجر هل بيلحقني يتزوجني، قال في النهاية جرت والأمة دي جت وراء الأمة بتاعنا الولد والأبو والجماعة ديل، قال جارية لحد ما لقيت لها بير بير نطته، الجماعة كلهم شنو دخلوا في البير، هي نطت البير وهم كلهم وقعوا فيه، قالت لهم قالت لهم دي انا الدنيا، فلذلك شنو الدنيا دي في النهايه تبتجر وراء وتشاكل ده والكبير، ولا تلقاه يجي هاي لابو انت يا ابا اخ القروش عندك ما تطلعها ده نشتغل نحن عرقانين وكذا شاكله، الابو يقول لي لا انا كبرت داير انا يا هو الشغله كذي بتبدا مشاكل مشاكل، لما جاريين لما يلقوا الحفره قدامهم في النهايه شنو يدخلوها، فلذلك اعظم فوز أن تفوز بجنة الله تعالى، جنة دي تم تخشها خلاص، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ما في ناس في صبر في الدنيا دي ثابت تلقاه ويعبد في الله ومجتهد ويتحرى الحلال ويبعد من الحرام وتلقاه عليه عقيدة صحيحة ومتبع النبي عليه الصلاة والسلام صابر صابر لما يخش الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، من شهد أن لا إله إلا الله، الحديث ذا فيه خمس أشياء، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، جاءت منصوبة لأنها اسم اسم إن أو أن إن ومعطوفة، والجنة حق والنار حق، ودي الخامسة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من شهد أن لا إله إلا الله، باختصار لا إله إلا الله فيها أمران،
الأمر الأول الكفر بعبادة من سوى الله سبحانه وتعالى وما سوى الله. الأمر الثاني عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله، نفي إلا الله، إثبات. عشان كذا قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا قال شنو؟ ما قال وليهم الطاغوت، قال أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. عليك الله انتبه للثلاث آيات دي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير في تفسيره هذا مثل ضربه الله للمشرك والمؤمن الموحد. زول مشى السوق، الله ضرب له مثل الزول الموحد من المشرك، الله ضرب له مثل بزول مشى السوق، دخل السوق لقى اثنين من الرقيق، ناس بيبيعون ويشترون، لقى اثنين منهم، قالوا الاثنين ديل اللي بيشتريهم منه، واحد فيهم اتلموا خمسة ولا عشر انفار، عشر انفار اتلموا، قالوا الزول ده سعره كم؟ والله ده سعره 100 مليون. العشرة أي واحد دفع عشرة 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 اشتروه. الثاني ده جاء واحد ثاني غنيان، قال لهم ده بكم؟ قال له 100 مليون، اشترى براو. الأول أسياده مش شكلين، ما متفقين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء شنو؟ متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. الأول ده العشرة مشاكلين، واحد بيقول له قوم على حيلك، الثاني بيقول له أقعد، الثالث بيقول له أقول لك شيء، لا تسمع ده لا ده، أرقد بس. الرابع بيقول له غسل الهدوم، خامس بيقول له غسل العربية، السادس بيقول له جيب الخدار، السابع بيقول له يا أخي أسمع أقول لك شيء، ده الشات ما تسمع كلامه، أنا عندي جارات كذي لقطها وجيبها لي. التاسع وأي واحد يقول له يا أخي السيد الثاني قال كذي، يقوم يكفت ويقول له يا زول أنا ما دفعت فيك 10 مليون، دفعتها ما دار تسمع كلامي، يقوم يكفت. والثاني ده عنده سيد واحد يقول له اسمع، من الصباح لوقت الفطور تعمل كذي، تمشي المزرعة، من وقت الفطور للظهر تعمل كذي، الأولاد تجيهموه، من الظهر للعصر وخذ لك نوم عشان العصر في شغل، من العصر للمغرب اعمل كذي، من المغرب للعشاء اعمل كذي، من العشاء للصبح وخذ راحتك سوي الدار تسوي. ده ما مرتاح؟ لا في زول بيأمره ولا ما تسمع كلام اي زول يجيك الا انا بس مرتاح جدا. قال لك ده المشرك وده المؤمن الموحد، لله المثل الاعلى. ده عنده 10 أسياد وده عنده سيد واحد. مثال الزكاة، الزكاة ده سيده قال له في 40 ربع العشر، يعني من 40 غنماية تدفع غنماية شنو؟ واحدة. ده عنده 10 أسياد،
جاوى السيد الأول قال لا أسمع سيدنا قال جيب عتود عنده حولية خلاص جاب العتود. الثاني قال له عنده جيب غنماية لأولاد الشيخ ساق معه. الثالث أنا كذي. الرابع دبخل له 30 غنماية وتعبانات وفي النهاية ما مرتاح. ده سيد واحد بأمر واحد والبنهاء واحد وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أشكي رب العزة والجلال قال ومن أضل أضل على وزن أفعل للتفضيل، يعني لا أحد أضل. لو جيت وجهت السؤال ده للناس قلت لهم يا ناس أضل زول منه، واحد يقول لك أضل زول الحرامي بيسلك حق الناس. يا أخي مفروض يشتغل بدل يقوم نص الليل تعبان، مفروض يشتغل بالنهار، نهار خير مما يساهر بالليل. ده زول ضال. الثاني يقول لك أضل زول الزول الجابه خاله ولا عمه قعدوا في بيته أيام الجامعة وفي النهاية خانوا في بيته، ده زول ضل كعب. الثالث يقول لك أضل زول أكعب زول وضل زول البعقوة الديو. الرابع يقول لك كذي. الله قال لك أضل زول أضل بشر أضل مخلوق ومن أضل ممن يدعو من دون الله. خلى الله سبحانه وتعالى ومشى دعا غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ابن عثيمين قالوا في الآيات دي في أربع أشياء. قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. اقعد ينادي الحقنا أفزعنا ليوم القيامة ما بيستجيب له. اثنين وهم عن دعائهم غافلون. الليلة أنا أعتقد مثلا أخونا ده أنا أعتقد فيه أيها الساعة 3 بالليل أنا جاي من الدوام ولا جاي من كسلة ولا من بورسودان عربية دارة تنقلب أنا أديه ونايم. ده بيصحى لي معليش بيصحى لي ده يخدم ده في الحلمة السابعة ينلقاك بلزك بمرق لك بيعمل لك دليت بمرقك بيغاد لا صح التعبير. ده بمرقك برا ده نايم لكن الله الساعة 3-4-2 صبح ظهر مساء ظهرا كله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بنعس تجي طشاش طشاش ولا بنوم ذاته سبحانه وتعالى. داجي النهار ما بالليل نايم هذا النهار كيف وقت الفطور لموا فيني جماعة داري قطعوني صال أقوم أنا أديه أفلان الحقنا وخدت الشطة واللك القدام ده بيفضلي مع أكله ده ولا بقول لي أصبر لما ننتهي الفطور ده بكون قطع اللي هنا الورقة تاني بقول لك ما في طريقة بعد قطعتها ده بقطعك يصال. لكن الله بالنهار بالليل قال وهو يطعم ولا يطعم لا بياكل لا بيشرب. ده بتجيني مصيبة بناديه في 20-30-40 بنادو زيي لو سامع ذاته إلا يرتبون واحد واحد صبروا إتو 5-5-3-3-2-2 لكن الله يوم عرفة 3 مليون ولا أكتر وباقي الكرة الأرضية يسألوه لو سألوه في لحظة واحدة ما بقول صبروا لما ننتهي من ديل حتى نجي لديل كلهم في وقت واحد يديهم سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم والله دي ما يقدر يقول إلا الله بس ولو قال غيره يكون كالضاب الغير اللي قال ده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من آدم لآخر بني آدم عليه السلام وإنسكم وجنكم من إبليس لآخر سوسيو في الجن صغير جني صغير بابو صغير عنده مقاس 3 قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في وقت واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما قال سووا روابط
وراعوا المسائل وشوفوا الحاجات اللي في المخزن فيه والما فيه. قال فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جيب لك إبرة لا تدخلها في كوز، لا في زير، لا في ترعة، لا في نهر، في بحر عديل، تدخلها في بحر وتمرقها، الموية الفوق الإبرة دي بتعمل للبحر حاجة؟ ما بتعمل أي شيء. قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر شكل الموضوع ده تلجأ إلى الله وحده، تستعين بالله وحده، اترت تنادي الله جل في علاه، داير جنة تسأل الله، من لا يستجيب له البنادو غير الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثلاثة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة يعادون الشكل معهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وده ما عنده ذنب، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قتادة رحمه الله قال السؤال ده بكون يوم القيامة، السؤال ده بكون يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إلى آخره. عشان كذي، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي زول والله الذي رفع السماء يعتقد في غير الله ويحبه محبة تتجاوز الحد، ده يوم القيامة والله بعادي. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وده والله قاعد، الكلام ده قاعد موجود موجود. زول برا يا أخي يسب الدين، يسب الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل، تلقى ذاك واقف جنبه ساكت ساي يقول لك خليه ده قليل ده بساي، يقول نادوا الله، ما تنادوا شيخ فلان، يذكروا باسمه، شوف لا سباوا لا شتموا لا نبذوا، بس قال نادوا الله ما تنادوا شيخ فلان، ارفع عكازه يديك في راسك، يقول لك جايبون ليه جماعة دين سائلون ليه؟ انت يا مسلم لو كنت مسلم قبل ما اساءوا يا الله ساكت، يجيبوا فلان تهيج تزعل. والله هؤلاء يصدق فيهم قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، بلسانه لو قلت له ده احب لك من الله يقول لك لا 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 الله براه، لكن جوا في قلبه في مرض. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شفت المؤمن ده الله بس سبحانه وتعالى، قال عقيدته فيه يتوكل عليه ويلجأ له. قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا ديل القادة من الذين اتبعوا ديل المساكين الصغار الأتباع ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس كما يروى عنه رضي الله عنه أي أسباب المودة والمحبة التي كانت في الدنيا اتقطع كلها، كان بريده يوم القيامة يقول له آه. وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا ديل الصغار لو أن لنا كرة، كرة يعني شنو يا ناس؟ رجع للدنيا، عودة إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منا. كيف الدنيا دي توجه لها الله براه، ده والله ما يعمل لك شفت غير الله أي شيء، إن كل من في السماوات والأرض
إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بتمشي لأ الله براك. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وقال تعالى شوف الآية دي واضحة كده يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله بس سبحانه وتعالى. لا تنادي غيره، لا تلجأ لغيره، لا تمشي لغيره. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله شنو إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. من شهد أن لا إله إلا الله أقعد بس نتيم بعد ذاك تاني أسأل. نحن ذات طولنا على الناس ده نتيم إن شاء الله. وأن محمد رسول الله. شفت الشهادة الثانية دي معناها باختصار أربع حاجات. تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أربع حاجات: طاعته فيما أمر، أي شيء أمرك به وتطيعه، وتصديقه فيما أخبر، نقول لك خبر من الأخبار تصدقه تماما، واجتناب ما عنه نهى وزجر، الشيء اللي بينهى عنه يزجره ويزجر عنه تبتعد منه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. العبادة دي تعبد الله بطريق النبي عليه الصلاة والسلام، هي عبادة. دار تذكر الله تذكره بطريق النبي عليه الصلاة والسلام، دار تستغفر تستغفر زي ما كان مستغفر، دار تعبد تعبد زي ما كان به. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب باقي الأشياء الخمسة. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ليه قال العبارات دي؟ لفوائد. منها عيسى عليه السلام الناس انقسموا فيه لي ثلاثة أقسام: من ولادته، ليه بعثته، لحد ما رفعوا رب العزة والجلال، رب العزة والجلال. وفي قسم رابع جاسي دل كمان خالفوا برضو، قالوا ما بينزل بينزل. طيب الثلاثة الأوائل، الأول قالوا عيسى عليه السلام أم مريم، لكن وين أبوه؟ قالوا أبوه وين؟ فقالوا أنه ليس بولد حلال، وديل من اليهود الذين قالوا بهذا القول، ورموا عيسى ورموا مريم عليه السلام بشنو؟ بالبهتان وبالمعصية إلى آخره، وهي بريئة عليها السلام، فديل جفوا فيه. القسم الثاني ديل غلوا فيه، قالوا لا لا لا، عيسى ده عليه السلام هم ذاته تلخبطوا. مرة قالوا عيسى ولد الله، مرة قالوا هم ثلاثة الله وعيسى ومريم، مرة ثالثة قالوا وذاته عيسى يا هو الله. شوفوا اللخبطة دي، هم ذاته اضطربوا ويتلخبطوا. طيب أو جبريل هناك، لكن هنا قالوا عن عيسى عليه السلام أنه ثالث ثلاثة، وقالوا عنه أنه ابن الله ولد الله، وقالوا عنه أنه هو الله. سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. القسم الثالث وديل على الحق، وهؤلاء هم المؤمنون، قالوا عيسى عليه السلام أم عفيفة طاهرة، ديل المؤمنون. فكذبوا اليهود وقالوا عيسى عليه السلام آية من آيات الله، أم ذات آية. الله قال في القرآن وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هن آية من آيات الله تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعظمته. وردوا على النصارى قالوا عيسى، القسم الثالث قالوا عيسى ما ولد الله ولا ثالث ثلاثة،
وإنما عيسى عليه السلام رسول من رسل الله. اليهود ما بيعترفوا برسالته، وديل بيقولوا هو ما عبد، لا 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 هو رب ذاته، هو إله. عشان كده الحديث ده فيه رد على الطائفتين ديل، وما قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله رد على النصارى الذين غلوا فيه، ورسوله رد على اليهود. وكلمته ألقاها إلى مريم، ودي براءة لمريم عليه السلام، وروح منه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجامية، قال مش معناه روح خرجت من الله فنزلت في عيسى، قالوا ما المقصود، وإنما روح خلقها الله، مش الله سبحانه وتعالى خرج منه جزء، إذا صح هذا التعبير. ده كلام باطل سيء. وإنما نقل ذلك صاحب فتح المجيد، وإنما روح خلقها الله، خلقها الله، وأمر جبريل أن ينفخها، أن ينفخها في مريم، في رحم مريم، في عيسى عليه السلام. بعد ذاك شنو بعدين؟ باقي المسائل سهلة. والجنة حق واضحة، تؤمن بالجنة، والنار حق، مش تكذب الجنة ولا تستهتر بها ولا تضل فيها ولا تهزل بها. واحد جاهل خرفه، كبر خلاص خرف في البلد عندنا هناك. بعدين قال لأولاده، قالوا لا يا حاج صلي، قال صلي ليه؟ قالوا عشان تخش الجنة. قال هي الجنة تشيل ناس رفاعة ولا الحصيصة، تشيل منو ذاته ويدخل، وقال مدينة سياحية ولا حاجة مقفولة وخلاص. إذا قال لك عرضها السماوات وشنو؟ والأرض تشير الكرة الأرضية جتنا وأسلموا الله قبله، وملؤها معهم، وملؤها معهم تشيلهم برضو، وملؤها معهم، فدي كلها شنو؟ تشيل الكرة الأرضية وملؤها معها، فدي كلها في نهاية المطاف أنت تعرف إنه والجنة حق والنار حق، والنار حق. بعد ذا ختم الحديث قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مش مسألة إيمان بس، لا بد أن تعمل وأن تجتهد في الأعمال الصالحة، وديل الله بيرحمك بها. تقول زي كثير من الناس، وأنا أختم بالفائدة دي، ولك الجنة دي برحمة الله بس، تقول ليه هذول أعبد، ولك الرحمة الرحمة بس، بعدين الجنة برحمة الله. هو في حديث صحيح الجنة برحمة الله، صح حديث صحيح في صحيح مسلم، والرسول صرح به كذي، وقال قالوا له ولا أنت يا رسول الله ما بتدخل الجنة بعملك، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي، في رواية برحمة منه وفضل. لكن فائدة العمل إنه العمل سبب للرحمة، ما هو الأعمال دي طردتك من الرحمة، يا قربتك من الرحمة. مش في ناس الله طردهم من الرحمة، اللي هو قال إن الله لعن الكافرين، اللعن يعني شنو؟ الطرد من الرحمة، دي اللعن طردهم من الرحمة. وفي ناس قربهم من الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هل الكافر ده طردوه عشان جسمه وشكله ولا عشان كفره؟ عشان كفره. وهل المحسن ده قربوه عشان شكله وجسمه ولا عشان إحسانه؟ عشان إحسانه، فلا بد من الإحسان، لا بد أن تحسن. ورحمتي وسعت كل شيء، هكذا قال الله تعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، ما خلاها ساي، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره. فإذا تتبع النبي عليه الصلاة والسلام تجتهد في الأعمال الصالحة، والدين ده ما صعب، سائل لما وفقه الله تعالى. حافظ على الصلوات الخمس، إيد قروش يصدق بر والديك، أعبد الله، خل عقيدتك تمام، عقيدة صحيحة، جدع الحاجات اللابسة، ما تعتقد في غير الله كذي، تكون زول تمام، بعد ذاك الله يرحمك سبحانه وتعالى.